أربي أربي حب الحق أربي. اليوم أخذنا حقنا والحمد لله خلانا في الترتيب متاعنا الأولين. ما نأكد ونأكد الشاطر اللي يضحك في الأخر. شفناك متغش في الأخر أيمن برشا متغش شان. شوف خاطر كانت تتفرج يمكن الهدف الأول متاع النادي الصفاقسي كان مسبوق التسلل وكثرت علينا الأخطاء التحكيمية البريود الأخرى وحتى واحد في الميديا معطانا حقنا معناها مرة الأخرى في ماتش الكلوب بيلانتي في لاجرون دقيقة 78 مروا عليها مرور الكيران في الأحد الرياضي ما تعدتش الجملة عيب معناها على الأقل في المافيولا عديها وقول اسكو بيلانتي ولا ما مش ما تعداش عليها جملة معناتها تولي مقصودة معناتها فهمتني معناتها على الأقل نعطيه حق العباد. الحمد لله أنا ديما نأكد اليوم اتحاد بن قردان حافظ على نفس الترتيب اللي يمكن كنا مركزين باش نكونوا على الأقل بعد الجولة هذه في نفس الترتيب وهذا اللي صار. وديما نعاود نأكد بن قردان في الناسيونال وبن قردان برجالها والشاطر اللي يضحك في الأخر شارونا بميسي ما تربحش والريال بكريستيانو في بن قردان ما تربحش.